سآتيكم بمثال آخر من أولئك الذين صنعوا هذه الضجة التافهة السخيفة. يتسابقون، أتحدث عن المعممين، لكي يضحكوا على الشيعة ولكي يوجدوا لهم سوقا بين حمير الشيعة ممن يتابعونهم ويحضرون مجالسهم. المثال الذي أريد أن أشير إليه علي الطالقاني. رجاء اعرضوا لنا جانبا من اعتراضه على حفلة محمد رمضان. نتفاجأ يجي واحد أو اثنين يقيمون حفلات ويدعون مطربين من دول أخرى إلى الحضور إلى العراق لتحويل بغداد إلى ساحة إلى الخلاعة والمجون. هذا مو تقدم ولا هذه ثقافة، هذه سخافة. ويجب أن يتصدى الجميع، يجب أن لا تمر مرور الكرام. صح لو لا؟ حول لي الكاميرا على الجمهور. هل تؤيدون أن تكون بغداد محلا للطرب والرقص والخلاعة والمجون؟ كل هذا الضجيج كله كذب في كذب، كضجيج المالكي وضجيج جعفر الإبراهيمي وضجيج رحيم الطويرجاوي وهذا علي الطالقاني. رقم آخر من أرقام هذا الضجيج التافه. أنا أسأل علي الطالقاني، هو مسوي هولندا خري مري، ليش ما تحدثت ولو من بعيد عن فضائح مؤسسة الكوثر وانت كل الزين تدري بفضائح هذه المؤسسة؟ ليش ما تحدثت؟ مثل ما قلت لك انت مسوي هولندا خري مري والجماعة اللي تروح يمهم عارفين القضية بكل تفاصيلها، فأنا أعرفهم شخصيا. الجماعة اللي تروح يمهم أنا أعرفهم شخصيا وأدري بيهم يدرون بالقضية وتفاصيلها. الغيرة على بغداد، ما قيمة بغداد؟ أم أن الغيرة تكون على الزهراء؟ لماذا لم ينطلق لسانك ولو بجملة أو جملتين عن فضائح مؤسسة الكوثر في هولندا؟ ومثل ما قلت لك أنت مسوي هولندا خري مري. دعني أفترض أنك ما سمعت بفضائح مؤسسة الكوثر السيستانية. التوقيع على الأدبار في حرم الحسين ما سمعت به أيضا، لماذا لم ينطلق لسانك مستنكرا هذه الفضيحة؟ سأعود إليها ولكنني سألت هذا السؤال الآن ولا أريد أن أعلق أكثر من ذلك. أنا لست بصدد مناقشة هؤلاء، هؤلاء الجهال ليسوا أهلا للنقاش، هؤلاء معبؤون بالثقافة البترية
المرجئية المرجعية، إنما أريد أن أكشف لكم أكاذيبهم. هؤلاء ما هم حسينيون، الحسينيون أحرار. هؤلاء يضحكون عليكم، لو كانوا أحرارا لنطقوا وهم يعلمون بفضائح مؤسسة الكوثر السيستانية. إن لم يكونوا عالمين بذلك، هم عالمون قطعا بفضيحة مرتضى صهري عبد المهدي الكربلائي في حرم الحسين، وقبال شباك الحسين، قبال شباك الحسين، وفي مكتب المرجعية السيستانية. لماذا لم تنطلق ألسنتكم؟ أتحدث عن المالكي، أتحدث عن جعفر الإبراهيمي، أتحدث عن رحيم الطويرجاوي، أتحدث عن علي الطالقاني. لماذا بلعتم ألسنتكم؟ لماذا بقيتم شياطين خرس؟ لأنكم لا تعبؤون بالدين، أنتم تبحثون عن الدنيا، لا علاقة لكم بالدين، تبحثون عن مصالحكم الدنيوية، فوجدتم مصلحة لكم في إثارة هذا الضجيج الذي لا تخسرون فيه شيئا ضد حفلة محمد رمضان، لأن محمد رمضان لا يستطيع أن يفعل لكم شيئا. تضحكون على هؤلاء الشيعة الحمير الذين ينصتون إليكم. أنا لا أريد أن أناقشكم لأنني لا أراكم أهلا للنقاش، أتحدث عن الجميع ليس عن شخص واحد. أنا أريد أن أكشف دجلكم وكذبكم لهؤلاء الحمير الذين يتابعونكم ويصدقونكم ويهللون لكم. رجاء أعيد بث الفيديو كي ينصت المشاهدون إلى غيرة هذا الرجل على بغداد. نتفاجأ يجي واحد أو اثنين يقيمون حفلات ويدعون مطربين من دول أخرى إلى الحضور إلى العراق لتحويل بغداد إلى ساحة إلى الخلاعة والمجون. هذا مو تقدم ولا هذه ثقافة، هذه سخافة. ويجب أن يتصدى الجميع، يجب أن لا تمر مرور الكرام. صح لو لا؟ حول الكاميرا على الجمهور. هل تؤيدون أن تكون بغداد محلا للطرب والرقص والخلاعة والمجون؟ وهذا جزء من الضحك على الذقون، حول الكاميرا على الجمهور، هذا جزء من برنامج الضحك على الذقون. هذا الطالقاني نفسه في ندوة جامعية في جامعة الكوفة، أنا لا أريد أن أعلق ولكنكم أخاطب العراقيين الذين يعرفون واقع الجامعات العراقية وما ينتشر فيها من الفساد، وخصوصاً في أجواء الملتحين وفي أجواء المحجبات. والذي يثير الفساد في هذه الأجواء هم أتباع الأحزاب الدينية الشيعية القطبية القذرة،
وكذلك من هم من أتباع المرجعية السيستانية، من المسؤولين في الجامعات أو من الأساتذة والتدريسيين. على أي حال، لا أريد أن أطيل الكلام، وإنما سأعرض لكم الفيديو وأنتم دققوا في كلام الطالقاني. وقد اعترض عليه أحد الأساتذة، والطالقاني كان مستمرا في كلامه من أن ما ذكره ليس خاصا بجامعة الكوفة، وإنما ما ذكره من مديح للجامعات بشكل عام، لجامعة الكوفة التي كان يتحدث فيها ولسائر الجامعات العراقية، من الجامعات الحكومية أو من الجامعات الأهلية. رجاء أعرض لنا الفيديو. الله يرحمكم. أنا بداية أود أن أؤكد للجميع دكتور ولحضرتكم أنه لم أرى أي لباس فاحش أبدا في جامعتكم الموقرة وغيرها من الجامعات العراقية. يعني عفوا، هي وجهة نظرك كإنسان، هي وجهة نظرك، فهمك هذا أنت، لا فهمي، لست مخولا أن تتكلم عن الفوزة. هل أنت وكيل مرجع؟ من الحوزة؟ من؟ هل تمتلك مستندا تحريريا؟ أبرزه الآن أمام الجميع. دي وجهة نظرك دكتور. أنت أخذت حقك كإنسان متكلمني. الآن تسمح لي أنا كإنسان أجاوب. سألت عن دور المرجعية الدينية العليا. تؤمن المرجعية تماما بحرية الإنسان، ولا تؤمن أبدا بفرض الوصايا عليه. بالتالي نحن نقدم للمجتمع النصيحة من الثوابت القرآنية، ويبقى القرار للإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ثانيا دكتور، يعني أؤكد للجميع أنه لم أجد أي لباس فاحش، بل وجدت طلبة في قمة الخلق والانضباط. فتحية للطلبة العراقيين. أنا لن أعلق على ما تحدث به الطالقاني، لكنكم تعرفون واقع الجامعات، وتعرفون ماذا يجري في أجوائها على جميع المستويات، ولا أريد أن أتوغل في هذا الموضوع، لأنني لا أريد أن أنتقد الجامعات، لا شأن لي بها. وطلاب الجامعات أكانوا من الشباب أم من الشابات، هم أحرار، هم يعرفون، يختارون الطريق الذي يسيرون فيه. أنا هنا أحدثكم عن أكاذيب هؤلاء المعممين، لا أحدثكم عن شؤون الجامعات، لا شأن لي بها، وإنما أقول لكم هؤلاء يتحدثون بهذه الطريقة لأجل أن يحققوا لهم مكانا فيما بين الناس، كي يرضى عنهم الجامعيون مثلا. هؤلاء يبحثون عن مصالحهم، لا علاقة لهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا علاقة لهم بإحياء أمر محمد وآل محمد،
صلوات الله عليهم. أنا لا أتحدث بشكل خاص عن الطالقاني هذا، وإنما عن الجميع. وجئت بالطالقاني مثالا، مثلما جئت بالذين جئت بهم كأمثلة في الحلقة الماضية. أنا لا أريد أن أطيل عليكم في الحديث، فعندي الكثير من المطالب في هذه الحلقة. سأنقل لكم بعضا مما يجري في الجامعات العراقية، ولن نرفع الأصوات، لن تكون الفيديوهات على الطريقة السيستانية، وإنما سننقل لكم الفيديوهات بالصوت والصورة لكي تطلعوا على الذي يجري في أجواء الجامعات العراقية، وكي تعرفوا عن أي شيء هؤلاء، أتحدث عن المعممين، عن أي شيء يتحدثون وكيف يضحكون عليكم. حفلة تخرج لكلية الطب والصيدلة في جامعة النهرين العراقية، والتأريخ 30/5/2021 في يوم الاثنين. اعرضوا لنا الفيديو الأول، ستلاحظون الطلاب وتلاحظون الطالبات، وكأننا في فيلم هندي، مجاميع من الطلاب يتراقصون، وفي مواجهتهم مجاميع من البنات يتراقصن، والمحجبات قبل السافرات. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول. أنا ما أدري، هذه حفلة كلية طب وصيدلة أو حفلة كاولية؟ على أي حال هذا الأمر راجع إليكم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني، وهو من نفس هذه الحفلة. Thank you.
اختلط الأمر علي، لا أدري هل هذا فيديو كلية الطب والصيدلة في جامعة النهرين العراقية أم هو فيديو مؤسسة الكوثر السيستانية في لاهاي في هولندا. اختلط الأمر علي. نذهب إلى فيديو ثالث، حفلة تخرج في كلية الإسراء الجامعة سنة 2020 في بغداد. شباب وشابات يريدون أن يفرحوا، يريدون أن يغنوا ويرقصوا، هم أحرار. أنا لا أريد أن أعلق على أفعالهم بقدر ما أريد أن أضع يدي على ما يجري في الواقع الشيعي العراقي وفي الواقع العراقي عموماً، في الأجواء الشيعية وفي الأجواء السنية. نحن في الهوى سوا، لكنني لا ألوم هؤلاء، وإنما أقول هذه من تلك. إذا كانت مؤسسات المرجعية السيستانية التي تحكم العراق
مؤسسات فاسدة. رجاء أعيد بث فيديو الحفلة التركية الراقصة في مؤسسة الكوثر السيستانية في مدينة لاهاي في هولندا، وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين هذه الحفلات في الجامعات العراقية وبين الحفلات في مؤسسة الكوثر السيستانية. أنا أقول للطالقاني وللبقية الذين مر ذكرهم في الحلقة الماضية، لماذا لم تعترضوا على حفلات الرقص والمجون هذه؟ لماذا بلعتم ألسنتكم؟ هذا هو الذي أريد أن أثبته لكم، من أن المعممين هؤلاء كذابون دجالون سفلة، هذا هو واقعهم. وأتحدث عن جميع المعممين، أتحدث عن عمائم المراجع وعن عمائم أولادهم وأصهارهم وحواشيهم وعن عمائم وكلائهم وخطبائهم على المنابر وعن عمائم تلامذتهم، أتحدث عن كل العمائم. هذا هو الواقع الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. نذهب إلى فاصل. سندباد لاند حديقة متنزه، مسرح، مؤسسة للترفيه. في العاصمة بغداد، من الذي يمتلكها؟ سعيد الفحام، ومن وصفه بالفحام هذا يعني أنه هاشمي، لكنه لا علاقة له بالتدين لا من قريب ولا من بعيد، وهو رجل كبير السن ثري من أثرياء العراق. من الذي جعله بهذا الثراء؟ ومن الذي مكنه أن يمتلك هذه المؤسسة الترفيهية؟ هي جزء من ممتلكاته الذي مكنه شريكه الحاج
عصام الأسدي من أكبر أثرياء العراق بعد 2003 ميلادي، زاد ثراؤه بعد 2003 ميلادي بشكل فاحش. من الذي مكنه من هذا الثراء الفاحش؟ عمار الحكيم، وبعد ذلك نوري المالكي. علاقة عصام الأسدي بآل الحكيم وكذلك علاقته الخاصة والخاصة جدا بنوري المالكي، وأنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذا الموضوع، وإلا فهناك الكثير من المعلومات وهناك الكثير من الوثائق. لا شأن لي بعصام الأسدي أو بسعيد الفحام، وإنما أردت أن أقول لكم من أن المكان الذي أقيمت فيه حفلة محمد رمضان أساسا خرج من داخل الوسط الشيعي المرجعي والحزبي القطبي. هذه المؤسسة أيام المالكي كان يمتلك منها عصام الأسدي 40%، وشريكه سعيد الفحام كذلك يمتلك 40%، وتاجر سني الخاصكي يمتلك منها بنسبة 20%، بعد ذلك سعيد الفحام أيام حكومة العبادي اشترى حصة عصام الأسدي وكذلك اشترى حصة الخاصكي، وصار مالكا وحيدا لها. هؤلاء عصام الأسدي، سعيد الفحام، الذين مكنوهم من هذا الثراء الفاحش ما بعد 2003، عمار الحكيم، آل الحكيم، وحزب الدعوة، وبشكل خاص نوري المالكي. فأنا أسأل الشيعة الذين يعترضون، ما هي جيفتنا منا وبينا وخيستنا منا وبينا؟ على شنو معترضين؟ ما تقولوا لي على شنو معترضين؟ ما هي خيستنا منا وبينا وجيفتنا منا وبينا؟ الذين سهلوا لسعيد الفحام ما سهلوا وكذلك لعصام الأسدي، نور المالكي، عمار الحكيم، صابر العيساوي الذي كان أمينا للعاصمة وهو من جملة مجموعة عمار الحكيم، وكذلك أمينة العاصمة من بعده ذكرى علوش. رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي تجمع صور هذه الشخصيات. هذا هو نور المالكي، عمار الحكيم، صابر العيساوي، ذكرى علوش، وهذا عصام الأسدي، اليد الاقتصادية الضاربة لحزب الدعوة ولنور المالكي بشكل خاص، الذي أعطاه أهم المشاريع في العراق وفي بغداد، فامتلك ثروة خيالية هائلة. قطعا
المالكي وحزب الدعوة ينتفعون من ذلك. وسعيد الفحام هذا هو مالك المؤسسة الترفيهية التي عنوانها سندباد لاند. واعرضوا لنا اللوحة التي تشتمل على صورة الشريكين، هذا عصام الأسدي وهذا سعيد الفحام. فسندباد لاند مؤسسة ترفيهية شيعية، الذي يمتلكها سعيد الفحام هاشمي. سووا بينا سادة، لعبوا بينا لعب، لعبوا بينا جولة. ما أنا قلت لكم قبل شوية، جيفتنا منا وبينا وخيستنا منا وبينا، هذا هو الواقع. كل المشكلة تبدأ من ذلك الزقاق في النجف، من زقاق الشيطان، من زقاق السيستاني. من هناك تبدأ مشكلتنا، من زقاق الشيطان، من زقاق السيستاني في النجف. كل مشاكلنا من هناك تبدأ. نذهب إلى فاصل. سعيد الفحام علاقاته وثيقة مع أصحاب العمائم. الرجل ليس متدينا بالمطلق، لا علاقة له بالدين، ولكنه يحافظ على مصالحه من خلال علاقاته بأصحاب العمائم. على سبيل المثال، له علاقة وثيقة في الخفاء مع رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، والذي كان من قادة الحشد الشعبي. له علاقات وثيقة بقيادات الأحزاب الشيعية الدينية القطبية. لماذا لا يتحدث هؤلاء الخطباء عن هذه التفاصيل؟ ولماذا لا يشيرون إلى أن المشكلة الشيعية تبدأ من ذلك الزقاق الشيطاني، من زقاق إبليس؟ أتحدث عن الزقاق الذي فيه بيت السيستاني. كل مشاكلنا تخرج من ذلك الزقاق، من زقاق الشيطان. وهؤلاء يعرفون جعفر الإبراهيمي ما هو بغبي أبدا. جعفر الإبراهيمي مطلع على التفاصيل التي تجري في كواليس النجف، وهو يتحدث بهذا مع خواصه. وفي جلساته الخاصة يتحدث بالكثير والكثير، لكنه حينما يرتقي المنبر يضحك عليكم. عرضت لكم الفيديو الذي يتحدث فيه بنكتة قبيحة جدا عن عزة الدوري، وقد أساء بحديثه إلى نبينا وإلى أنبياء آخرين، وأساء إلى الله سبحانه وتعالى. قطعا حمير الشيعة من حضار مجلسه
بدأوا بالصلاة على محمد وآل محمد، وحينما أكمل سخريته بالله وبالأنبياء طلب منهم أن يصلوا على محمد وآل محمد. أية سخرية هذه؟ هذا ضحك على الذقون باسم محمد وآل محمد. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو. العراقيين يقولون عزة الدوري راح الدار حقه، فودوا الملائكة ودوا عيسى ابن مريم قال لهم ما شايفه، والنصارى ودوا موسى قال لهم هم ما شايفه، واليهود ودوا النبي قال لهم هذا ما شايفه من أمة الإسلام. الملائكة لا يعلمون الغيب، وين ودوا؟ ودوا لله تبارك وتعالى. قال لك ودوا الله، الله مباوع عليك اللي انت من خالقك. صلوا على محمد. هذه الصلاة ما معناها؟ ما هذه السخرية بدين محمد وآل محمد؟ أنتم مضحكة يا شيعة العراق، أنتم مسخرة، أنتم قطعان حمير. هؤلاء يضحكون عليكم ويركبون على ظهوركم، هؤلاء سلطهم السيستاني عليكم، سلطتهم حوزة المرجئة وحوزة البترية في النجف، يسخرون من الله ومن محمد ومن الأنبياء، وليس هناك من غيرة فيكم يا ثولان يا غبران يا طايحين الحظ. تشاركونه الضحك والسخرية بالله سبحانه وتعالى، ثم ترفعون أصواتكم بالصلاة على محمد وأهل محمد. هذا دينكم منين يطلع؟ من فوق، من جوه، من طيح الله حظكم يا إتلية. هذا هو الواقع الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. في جميع الاتجاهات، في اتجاه المراجع، في اتجاه الخطباء، وفي اتجاه الأتباع. ما هذه الحقائق والوثائق والصور الناطقة تحدث عن ذلك؟ هذا يضحك عليكم في أمر دينكم، ويضحك عليكم أيضا حينما يرفع صوته معترضا على حفلة محمد رمضان. ما يدريكم أنه بعد أن ينزل من المنبر سيذهب إلى مكان ما ويرقص على أنغامي وأغاني محمد رمضان؟ ما يدريكم أنه لا يفعل ذلك؟ قد تقولون لي وأنت ما يدريك أنه يفعل ذلك؟ أنا لا أدري، أنا لا أدري أنه يفعل ذلك، ولكنني سأعرض لكم صورة من سيرته. هذه الصورة هي التي تجعلني أظن أنه يفعل ذلك. أنا لا أقول من أنه فعل ذلك، ليس عندي من علم، وليس هناك من أحد قد أخبرني، ولكنني حين أسمعه ينتقد شباب الشيعة من أنهم يدخنون الشيشة، الأرغيلة، النرجيلة كما نسميها في العراق، ينتقد شباب الشيعة من أنهم يدخنون الشيشة ويفعلون كذا وكذا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
قال هشام ابن الحكم ورب الكعبة. فعلا هشام بعد شاب والله تعتز بيج شباب، هذا شباب ظل دايخ بس لو قاعد لبقازينه يشرب نرجيلة وما تدري النرجيلة ايش بيها، لو مبتدي يتابع هذا الحفات نوب لطيفة. شباب عندنا لابسين قلايد، يعني هذا الغزو الصليبي ماكو، لابسين قلايد ومعاضد، بعد كم يوم هم مثل الهنود يلبسون تراتشي، صدقني شو يسوي، شو يخبل بروحه وماكو، يمزق ببنطرونه يحك بالبنطرون من ناحية حتى يصير لونية. تعال شوف الله أنا لا أدري ما محل الصلاة على محمد وآل محمد هنا. الصلاة على محمد وآل محمد جميلة على كل حال. عندنا قاعدة واضحة، ذكر الله حسن على كل حال. لكن في المجالس الحسينية الشيعة اعتادوا حينما يرفعون أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد إنما يكون ذلك لشأن يرتبط بمحمد وآل محمد بشكل مباشر. هذا الكلام ما علاقته بالصلاة على محمد وآل محمد؟ رجاء أعيد بث الفيديو وانتبهوا إلى انتقاده للشباب على أنهم يشربون الشيشة. قال هشام ابن الحكم ورب الكعبة. فعلا هشام بعد شاب والله تعتز بيج شباب، هذا شباب ظل دايخ بس لو قاعد لبقازينه يشرب نرجيلة وما تدري النرجيلة ايش بيها، لو مبتدي يتابع هذا الحفات نوب لطيفة. شباب عندنا لابسين قلايد، يعني هذا الغزو الصليبي ماكو، لابسين قلايد ومعاضد، بعد كم يوم هم مثل الهنود يلبسون تراتشي، صدقني شو يسوي، شو يخبل بروحه وماكو، يمزق ببنطرونه يحك بالبنطرون من ناحية حتى يصير لونية. تعال شوف الله لكنه بعد أن ينزل من المنبر في حياته الاعتيادية هو نفسه يشرب النرجيلة الشيشة. رجاء أن اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذا هو شيخ جعفر الإبراهيمي يشرب النرجيلة. اعرضوا لنا الصورة الثانية. هذه صورة واضحة لجعفر الإبراهيمي وهو يشرب الشيشة، يشرب النرجيلة. هو حر فيما يفعل، لكنني أقول لكم إنهم يضحكون عليكم. من هنا قلت ما يدريكم أنه بعد أن ينزل من المنبر أن يذهب إلى مكان خاص به ثم يبدأ يرقص على أنغام أغاني محمد رمضان مثل ما فعل هذا. أنتم مضحكة يا شيعة، مسخرة. أنتم حمير عند هؤلاء، أنتم ديخيون. أتحفون بالوثيقة الديخية. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنن، تركبهم يعني بش أشيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مش دا أقول تركب يعني خلاقة أغميشيني مثل خلاقة أغميشي جيمي بقول لك مكان حركة صدوم فقش ديخ بعربية فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب فنان وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا الواقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
الشيعة يا شيخ وصلت حد عظمكم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم بلد بالعالم انتوا بهالحين بشنو أعظم؟ اسمع أعظم بلد بالعالم انتوا بهالحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد إلى هنا تم الحديث في فصلين من فصول التطبيق الأول. عندنا تطبيقات. التطبيق الأول ما يرتبط بهذه الضجة الشيعية العراقية السخيفة التافهة المفتعلة فيما يرتبط بحفلة محمد رمضان في بغداد. الفصل الأول عنوانه مؤسسة الكوثر السيستانية، تم الكلام فيه. الفصل الثاني عنوانه حفلة محمد رمضان، تم الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث مهزلة الواقع الشيعي، هذا هو عنوان الفصل الثالث، وسأبدأ من نوري المالكي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي هو مأخوذ من لقاء مع المالكي على قناته الفضائية، على قناة حزب الدعوة، على قناة آفاق، يتحدث في هذا البرنامج عن فشله هو وعن فشل حزبه، عن فشل الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد 2003. يخبرنا عن فشل هذه الطبقة بكاملها، قطعا حزب الدعوة على رأس هذه الطبقة لأنه هو الحزب الحاكم. أتمنى على المشاهدين أن ينصتوا إلى كلامه وأن يقارنوا بين ما يتحدث به في هذا اللقاء قبل سنوات وبينما يقوم به الآن، إنه يقتل نفسه على هذه السلطة وحزب الدعوة معه، يقتلون أنفسهم على هذه السلطة، يضحكون عليكم مثلما يضحك عليكم ويكذب من أنه يعترض على حفلة محمد رمضان، وأنتم شاهدتم حفلة مادلين مطار تحت رعايته، تحت رعايته. إلى متى
تبقون حميرا يا شيعة العراق إلى متى؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو. بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا. وأنت منهم؟ وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة، أقول نعم، كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها. أكاذيب، كذابون كذابون كذابون. بالضبط مثلما تحدث معترضا على حفلة محمد رمضان، كل حرف ينطق به هو كذب في كذب في كذب. هذا شأن الإسلام السياسي، هذا شأن قادة الأحزاب الدينية الشيعية القطبية، وهؤلاء هم أبناء المرجعية. الكذب الحقيقي عند المراجع وعند المرجع الأعلى وتحديدا عند السيستاني. الكذب، كل الكذب هناك، هناك أين؟ في زقاق الشيطان، في زقاق إبليس الأبالسة، في زقاق السيستاني، من هناك يأتي الكذب. رجاء أعيد بث الفيديو، وأتمنى أهل المشاهدين أن يدققوا في كلامه وهو يتحدث عن فشله الذريع وعن فشل حزب الدعوة الذريع، ويقدم نظريته من أنهم جميعا عليهم أن يعتزلوا. فأين هذا الاعتزال؟ وأن يبتعدوا و يفسح المجال لجيل جديد، فأين هذا؟ في جزر الواقواق، في أي مكان، أم في المنطقة الخضراء؟ أعيد بث الفيديو. بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا. وأنت منهم؟ وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة، أقول نعم، كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها. محمد علاوي من حزب الدعوة ومن الدائرة القريبة من المالكي، وهو من السابحين في أجواء المرجعية السيستانية، يحدثنا عبر قناة هنا بغداد وفي برنامج حوار التاسعة، يحدثنا عن تجسس المالكي على وزرائه وعلى الشخصيات العراقية كي يمتلك وثائق على فسادهم، وبعد ذلك يتركهم على فسادهم لأجل أن يغطي على فساده. اعرضوا لنا الفيديو رجاء. الشيء اللي صار مع الأسف في ذلك الوقت كان المهم بالنسبة للوزير وموقفه من رئيس الوزراء هو الولاء. الولاء؟ ولاء إلى رئيس الوزراء، هذا هو المهم. هذا هو المهم في زمن حكم السيد المالكي، الفترة الثانية، حتى أكون الفترة الثانية بالتحديد. الفترة الثانية بالتحديد. زين، في الأولى لم تكن الأمور هكذا؟ لا، لم تكن هكذا، لا، الوضع كان كثير أفضل.
في الفترة الثانية كانت هكذا. زين، الوزراء هو ليش صار هنا صارت المشكلة الحقيقية؟ كثير من الوزراء هنا ما يعجبهم أدخل سنة وشيعة، بس حد أدخل هذا واقع في النهاية. زين، الوزراء السنة كثير من عندهم اكتشفوا أنه هو إذا يحقق الولاء للمالكي زين فهو خلي يسرق الدنيا وما بيها مسكوت عنه إلى هذا الحد. طبعا طبعا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. بل كانت أنا أعرف وعندي معلومات دقيقة أنه كانت تأتي كاسيتات بالليل، تجي كاسيتات إلى المالكي ومجموعة اللي حواليه، عندي يعني اعترف علاقات مع الجماعات اللي حول المالكي، كاسيتات شو تتضمن؟ تتضمن طبعا كاسيتات كل تعرفون كل النواب والوزراء كلهم تسجل مكالماتهم ويقعد يستمع المالكي للمكالمات. بهذه الطريقة كانت الأمور؟ طبعا بهذه الطريقة. احنا من سنة 2008 زودونا الأمريكان بأجهزة للتنصت، وهذه الأجهزة لكي يتم التنصت على الجهات الإرهابية، مع الأسف استخدمت سياسيا. استخدمت سياسيا زين، وبدأوا يستخدمون هذه الكاسيتات حتى يسمعون كل واحد جدي يحكي وجدي يقول، فبدأوا يعرفون أنه هذا الإنسان حرامي سارق زين. والمالكي يقولهم زين هذا الآن صار عندنا ملف عليه، حتى باكر عقبه ما يقدر يحرك نفسه. هذا كلام خطير طبعا، خطير. وهذا الواقع، هذا الواقع. عن ما احكي لك عن تصورات، لا لا، عايز احكي لك معلومه انطيك اياها. هكذا كانت الامور في مجلس الوزراء، بالضبط. هذا الملف عليك ان تفعل هكذا، بالضبط. هذا الملف صار بيد المالكي زين. الان هذا الوزير بعد ما يقدر وسمح للمالكي، يسمح لهم انه يسرقون، يسمح لهم انه يسمح لهم يسرقون. طبعا يسمح لهم يسرقون، ما يتخذ اجراء ضدهم بس اكيد حتى يضمن ولاءه، لأن هذا يسرق مقابل الولاء، بالضبط. ويبقى، ويبقى طبعا بالتأكيد موجودين هؤلاء، كثير من الوزراء موجودين زين. ما اتهموك بالفساد، لماذا لم تبقى؟ هو القضية أنا بالعكس، أنا القضية بالعكس، أنا ما قدرت أسكت، ما أسكت أنا طبيعتي، ما ممكن أسكت. بالأول ما كنت أتحدث بالإعلام، أنا كلها رسائل وأواجه بيها. أرادوك أن تسكت زين. بالنهاية شافوا لا يمكن أنه يتفاهمون وياي، يعني ما ممكن، فهذا هو طلع. ماذا أراد دكتور؟ كثير من الامور بصراحه، كثير من الامور. يعني واحده من الامور التاريخ. زين انا خلي اقول لك، طبعا واحده من عندها نفس الفساد، الفساد نفسه، عقود الفساد. اي كانوا يعني انا ما اريد، حتى ما اريد انه اذكر بالاشخاص، ولكنه اضطر اجب علي وطلبوا امور معينه، عقود معينه طلبوها من عندي زائدا طبعا. هذه الجهات تابعه لمن؟ هو الجهات شو اسمه، نفس رئيس جهه رئيس الوزراء. اي طبعا. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، أيهما أكثر إضرارا بالعراق عموما، بالشيعة خصوصا، ما يقوم به المالكي وحزبه من فساد، أو ما قام به محمد رمضان في حفلة غنائية لوقت محدود، مع ملاحظة أن المالكي تجسس حتى على السيستاني وعلى أولاده، ومن هنا فهم يخافون منه لأنه يمتلك من الوثائق عليهم، وقد كانت فيما بينهم وبينه الوسائط حينما كان في إيران وهدد بفضحهم. هذه قضية لها تفصيل تحدثت عنها في برامج سابقة، لا أريد أن أعيد الكلام بخصوصها، وهذه قضية حقيقية، هذه قضية حقيقية بكل تفاصيلها. هم فاسدون يحمي بعضهم بعضا، مرجعية فاسدة تنصب رؤساء وزراء فاسدين، المرجع الفاسد يحمي رئيس الوزراء الفاسد، ورئيس الوزراء الفاسد يخاف من المرجع، لذا يتجسس عليه ويجمع الوثائق التي تثبت فساده، وفي الوقت نفسه هو يدافع عن فساد المرجع.
حرامية كلهم، واحد يدافع عن الثاني. هذا هو الواقع الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. غالب الشابندر كان من كوادر حزب الدعوة، وهو عارف بكواليسهم ودهاليزهم. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو الذي يتحدث فيه غالب الشابندر عن المالكي وعن الذين حوله عبر قناة دجلة الفضائية وفي برنامج القرار لكم. نريد يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالكي هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد الدراسه، انا اعرفهم. من ذاك اللي شلون اعرفهم؟ انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من كنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصواني معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفتهمي كلامي؟ كلام واضح. كلامي قاعد تفتهمي؟ جدا واضح. انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انهم كنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. كنا نجي من المأمون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمه نشبع بيها بطننا. وشنو اللقمه؟ هي تمن وقيمه تطحل الواحد، تفتهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضه بس مخسفه من جوا. ومن غالب الشابندر الذي كان كادرا مهما ووجها مهما في حزب الدعوه إلى أخيه عزة الشابندر، وهو يحدثنا عن حزب الدعوة. وعزة هو الآخر، كان من كوادر حزب الدعوة ومن الناشطين فيه. رجاء اعرضوا لنا تقييم عزة الشابندر لحزب الدعوة. حزب الدعوة متخلف، عشيرة بائسة، تافهة، تعبانة، لا عندها لا دين ولا أخلاق، لا دين ولا أخلاق. هسه الغرب ما عنده دين بس عنده أخلاق، عنده سيستم من العلاقات، يحترمون الآخر، يحترم حرية الناس، يحترم حقوقه وحقوق الثانيين. هذا شاهد من أهلها، من أهل الدعوة. رجاء أعيد بث الفيديو. حزب الدعوة متخلف، عشيرة بائسة، تافهة، تعبانة، لا عندها لا دين ولا أخلاق، لا دين ولا أخلاق. هسه الغرب ما عنده دين بس عنده أخلاق، عنده سيستم من العلاقات، يحترمون الآخر، يحترم حرية الناس، يحترم حقوقه وحقوق الثانيين. هذا هو واقع حزب الدعوة. والسؤال هنا، من هو الأكثر فسادا، حزب الدعوة أم محمد رمضان؟ من هو الأكثر ضررا وإضرارا، حزب الدعوة أم محمد رمضان؟ فلماذا لا تنطلق الألسنة؟ أنا أخاطب أصحاب العمائم وأخاطب السياسيين وأخاطب الشعراء والمهاويل وأخاطب الرواديد وأخاطب الإعلاميين ووسائل الإعلام، لماذا لا تنطلق الألسنة، لا تنطلق ألسنتكم لكشف الحقيقة للناس؟ أم أنكم أيضا تتخذون من الشيعة حميرا اقتداء بمراجعكم واقتداء بقادة أحزابكم القطبية؟ نذهب إلى فاصل. ومن زقاق حسن البنا وسيد قطب، أتحدث عن زقاق حزب الدعوة، أنتقل بكم إلى زقاق الشيطان، إلى النجف، إلى السيستاني. ضياء الشكرتشي يحدثنا
عن مهزلة كتابة الدستور وكيف زور السيستاني الدستور. عبر القناة العراقية الرسمية، عبر العراقية الإخبارية، ضياء الشكرتشي. كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة مبادئ الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة، من الذي ضغط عليك؟ ما قد أقر، من الذي نعم؟ من الذي ضغط عليك؟ قلت رئيس لجنة رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها وأطلب طبعها بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها. من كان؟ نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟ هو معروف، ضروري أذكر اسمه؟ ضروري أذكر اسمه؟ يعني هسه احنا وراء هو كان السيد أحمد الصافي، أحمد الصافي ممثل المرجعية. زين. كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور، هما حمودي سربا صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها. قطعا أحمد الصافي سنة 2005 وهمام حمودي لا يستطيعان أن يزورا الدستور إلا بأمر من السيستاني، هذه القضية واضحة. أحمد الصافي الآن ونحن في سنة 2022 لا قيمة له، هو عبد من عبيد محمد رضا السيستاني. في سنة 2005 حاله كان أقل بكثير من حاله اليوم، ما كان يستطيع أن يزور الدستور إلا بأمر من السيستاني. السيستاني هو الذي نصب هؤلاء كي يزور الدستور. هذا الكلام ما هو كلامي، هذا الكلام عبر القناة العراقية الرسمية، وهذا الشخص كان ضمن الذين كتبوا الدستور واشتغلوا في كتابة الدستور. رجاء أعيد بث الفيديو. كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة المبادئ الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة، من الذي ضغط عليك؟ ما قد أقر، من الذي نعم؟ من الذي ضغط عليك؟ قلت رئيس لجنة رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها وأطلب طبعها بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها. من كان؟ نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟ هو معروف، ضروري أذكر اسمه؟ ضروري أذكر اسمه؟ هسه احنا وراء هو كان السيد أحمد الصافي، أحمد الصافي ممثل المرجعية. زين. كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور، هما حمودي سربا صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها. لاحظتم
مجري البرنامج في البداية استوفز حاله حينما سأل عن اسمه، لكن لما سمع باسم المرجعية سكت، بلع لسانه. هذه هي الدكتاتورية الطاغوتية السيستانية التي فرضت على العراق بعد 2003، والذي سلطه على العراق حزب الدعوة والمجلس الأعلى لأجل مواجهة الصدريين. هذه الحكاية بدايتها تبدأ من هنا. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع. هناك فيديو آخر أيضا لضياء الشكرتشي فيه تفصيل أكثر، وأتمنى أن تدقق النظر في أن المرجعية تأمرهم أن لا يصرحوا بآرائهم، وأن يحترموا أنفسهم، وأن يصوتوا وفقا لما تريد المرجعية. فليس هناك من حرية رأي، وليس هناك من احترام لآرائهم، وهؤلاء مسؤولون. هؤلاء شخصيات سياسية انتخبت لكتابة الدستور، فما بالكم بعامة الشيعة الذين هم حمير عند المراجع؟ أي احترام لآرائهم؟ من هنا فإن السيستاني لا يعبأ بصناديق الانتخابات، يشخص رئيس الوزراء بحسب ما يريد الأمريكان، بالضبط مثلما انتخب مصطفى الكاظمي من قبل السيستاني. مصطفى الكاظمي الأمريكان اختاروه وأبلغوا محمد رضا السيستاني بذلك، وهو الذي فرضه على العراق بالاتفاق مع مقتدى الصدر. الأمريكان هم الذين أرادوا مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء، والذي نفذ لهم ذلك البرنامج محمد رضا السيستاني. هذا الموضوع تحدثت عنه فيما سلف وبالوثائق والحقائق والدقائق. في نفس هذا البرنامج يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه ضياء الشكرتشي في نفس الموضوع، ولكن بتفصيل أكثر عبر قناة التغيير مع الإعلامي العراقي نجم الربيعي. وبعدين المجلس الأعلى والمرجعية كانوا مسؤولين عن تسريب نسخة مزورة من الدستور، الأستاذ وائل ما يدري بها، إلى جريدة الصباح بأشياء غير متفق عليها، بأشياء غير متفق بها. ثبتوا طبعا المشكلة ربما الباب الثاني اللي كان بالأستاذ وائل، أنا بس سؤال اعتراضي، المشكلة بالباب سؤال اعتراضي هو أستاذ ضياء، حتى تكمل سؤال اعتراضي. اللي كتب الدستور هي القوى السياسية والأحزاب التي كانت معارضة، شنو علاقة المرجعية؟ مرجعية شنو؟ حزب سياسي؟ أنا بالنسبة للجنة الأولى، لجنة كتابة المبادئ الأساسية، بالواقع اشتركت بخمس جلسات كمقرر. أي. لكن من طلب مني سيد أحمد الصافي أن أكتب التقارير بمعنى المحاضر على غير ما قررنا، اعتذرت، طلبها مرتين مني اعتذرت وانسحبت كمقرر. بدأوا يجتمعون بدوني. همام حمودي صدر علي فيتو من يقعدون 55، 20 مرة أرفع إيدي، ما أدري شو اسمه، كان الدكتور حسين ما أدري إيش، كردي متدين، كان هو يعطي الدور. لما رحت عليه قلت له يا دكتور شنو القصة، معقول ما تشوفني؟ قال لي والله أوامر. قال لي أوامر، أوامر أن لا أعطى دور. ها، هذا الواقع كان. جمعنا السيد أحمد الصافي، خلي أقولها، بمقر المجلس الأعلى، ها،
وقال لنا كان رايح للنجف وراجع يراجع محمد رضا سيستاني ويرجع، قال لنا انا اريد الان اضع امامكم انتوا اعضاء لجنه كتابه الدستور من الائتلاف العراقي الموحد يعني الشيعة الاسلامويين، اريد اضع امامكم ما هي الخطوط الحمر التي لا يجوز لكم تجاوزها، اللي مختلف لا يقول رايه، خليه يؤيد ما احنا نريده او يسكت. بدا يعدل الخطوط الحمراء، انا شلت جنط سديت جنطتي وقلت لهم اعتذر عندي مواد اخرى. هذا هو الذي جرى ولا زال يجري. حينما يقولون لكم من أن السيستاني على مسافة واحدة، لأن المرجعية تمثل دور الأبوة للأمة، فهو على مسافة واحدة من جميع الكيانات، كذاب كذاب كذاب، كذابون هؤلاء، دجالون هؤلاء، سفلة هؤلاء، يضحكون عليكم، هكذا يفعلون. هذه النخبة السياسية التي اختيرت لكتابة الدستور هم يمنعونهم أن يتحدثوا بآرائهم، أية حرية هذه؟ هذه دكتاتورية وطاغوتية. صدقوني ولا أريد أن تصدقوني، لكنها كلمة تقال، طلاب الحوزة في النجف يتصلون بي، كثيرون منهم يقولون لي شيخنا أنت شو تقول، أنت طالبنا نحكي، احنا نعيش في أجواء أشد من أجواء صدام حسين، يقولون احنا كنا أيام صدام حسين الحرية التي كانت عندنا أكثر من الحرية الآن، السيستاني وابن محمد رضا خنقونا خنقونا، لا نستطيع أن نتكلم، لا نستطيع أن نفصح عن آرائنا. هذا الكلام ليس مبالغة، صدقوني هذه حقيقة حقيقة حقيقة، يعرفها طلاب الحوزة في النجف. المرجعية لما عبثت بالدستور تدخلت القادة السياسيون وهم أيضا عبثوا بالدستور ولم يكونوا جزءا من المجموعة التي اختيرت لكتابة الدستور. بيان جبر في لقاء مع نجم الربيعي عبر قناة التغيير يحدثنا عن هذه الحقيقة. هم اللجنة في هاي الرسالة اللي وزعوها جدا مهم، أتمنى الأخوة يقروها. يقول لقد برز، هم يقولون اللي موقعين 17 طبعا هم 90، هم 90 بس اللي موقعين على الوثيقة، لأن يعرفون مو كل 90 الموقعين، فقط 17 واحد. ليش هذا علامة استفهام؟ هل أن ال 17 يمثلون 90؟ خلي يوقعون البقية حتى احنا هم نبدي نطلع اللي عندنا. ها طبعا ما زال في جعبتك. لا طبعا انا ما اذب اوراقي هالشكل، انا اذب اوراقي في الوقت المناسب، وانا ظال على قول عادل امام ريحه جايه ريحه جايه. طبعا خليك ريحه جايه وتحصل مقابله علينا سره، يعني احنا البارحه مقابله واليوم مقابله وباكر لقاء والسبت لك مقابله، تدري هذه مال الانتخابات يعني. يحكين ويا غيري. يقول لقد برز، هم يقولون في كلمتهم عيني هاي لو أنا حاجيها كان الدنيا انقلبت. لقد برز في المرحلة الأخيرة من عمل اللجنة أو اللجنة بشكل أصح، وهي تقترب من الموعد المحدد لتقديم المسودة في 15 آب 2005. نعم. دور حاسم موازي لنشاط لجنة
كتابة الدستور. دور موازي للجنة موازي يعني أكو دور حاسم فتشي برز يقول أي. تمثل في تولي قيادات الكتل والأحزاب خارج قبة البرلمان، شوف، وخارج نطاق عمل لجنة كتابة الدستور، التفاوض والاتفاق. هسه ما اريد اشر، خاف هم يزعلون الجماعه. لا تاشر، ما اشر، اضبط الاتجاهات. اي كتابة الدستور، التفاوض والاتفاق على القضايا الرئيسية، مو القضايا الهامشية، لا، القضايا الرئيسية، لا سيما تلكم المنطقة، تلكم المتعلقة بالصلاحيات الحصرية المشتركة وصلاحيات الأقاليم. فالجماعة، أنا لو كنت عضو لجنة كتابة الدستور ويقول له وأنا عضو في الجمعية، يعني عضو بالبرلمان ومسؤول عن الكتابة، يجي واحد يقول لي وخر، أكو يجي غيرك بالقيادة هو يعدل، أكو أشياء أنت ما تقدر تسويها، لأن مطلوب أن تسويها. منين مطلوب؟ علامة استفهام. وخروا، هو يقول وخرونا، وبدأوا يدخلون زعماء الكتل. هكذا كتب الدستور ما بين تزوير السيستاني وتزوير قادة الكتل السياسية الذين هم لم يكونوا جزءا من لجنة كتابة الدستور. هذا من نفس البيان الذي قرأه بيان جبر ولم يرد عليه أحد. أنتم تدققون في هذه الوثائق أو لا؟ قيادات الكتل والأحزاب هي التي تولت كتابة الدستور، وخصوصاً فيما يرتبط بالقضايا الرئيسية. ومن قبلها السيستاني يزور عبر أحمد الصافي وهمام حمودي وغيرهما. أي ضحك على الذقون وأي كذب هذا؟ ما أنا قلت لكم سابقا من أنه في الفلسفة، في المنطق، يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق، وقد يضيفون إضافة أخرى، حيوان ناطق ضاحك. أنا أعرف المعمم من المرجع الأعلى إلى أصغر عمامة. المعمم هو حيوان ناطق كذاب. كذابون هؤلاء، كذابون. كل الوثائق التي عرضتها عليكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة تحدث عن كذب السيستاني ومن يأتي من بعده، وعن كذب المالكي ومن يأتي من بعده، وهذا الأمر ليس محصورا بالمالكي. قادة الأحزاب الشيعية مطلقا كذابون، مراجع النجف وكربلاء مطلقا كذابون. هذا هو الواقع الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه من الآخر. فبعد أن زور السيستاني الدستور وجاء قادة الكتل والأحزاب السياسية وزوروا أيضا، ولم يعترض السيستاني، إنه يوافق على فساد الآخرين كي لا يفضح فساده،
هذا هو البرنامج الذي يعمل عليه السيستاني منذ سنة 2003 في العراق، وينفذ عبر ولده محمد رضا. عمليا الذي ينفذ هذا البرنامج ولده محمد رضا تحت نظر أبيه وبموافقة كاملة ومباركة كاملة من أبيه. هكذا تجري الأمور. بعد كل هذا التزوير وهذا التدجيل وهذا الكذب، يصدر السيستاني فتواه بطريقة شيطانية عبر ناطقه في كربلاء، عبر عبد المهدي الكربلائي، فهو يوجه الشيعة للتصويت بنعم على الدستور بعد أن زوره وأذن لقادة الكتل السياسية أن يزوروه، وإلا لو لم يأذن لهم لما استطاعوا أن يزوروه. فممثله موجود، ممثلوه موجودون، لن يسمحوا له ولن يجرأ قادة الكتل أن يزوروا من دون رضا السيستاني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عبد المهدي الكربلائي عبر قناة الفرات وفي صلاة الجمعة من أن السيستانية يحث العراقيين على التصويت بنعم على الدستور الذي زوره هو بنفسه عبر وكلائه، والذي زوره القادة السياسيون بإذن منه بموافقته. هل هناك من ضحك على الذقون يكون أقوى وأوضح من هذا الضحك على الذقون؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو. يحث سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث جميع المواطنين العراقيين على المشاركة الواسعة والمكثفة في الاستفتاء على الدستور والتصويت عليه بنعم. وعلى الرغم من وجود تحفظات وإشكاليات على بعض بنود هذه المسودة، إلا أن ذلك لا يعطي مسوغاً ومبرراً لعدم المشاركة في التصويت بنعم، إذ أن هذه البنود المتحفظ عليها يمكن تعديلها مستقبلاً بما يتناسب مع مصالح الشعب العراقي. إضافة إلى هذا، فإن هناك الكثير من الإيجابيات في بنود هذه المسودة. هذا هو الذي جرى عليكم يا شيعة العراق، يا أيها الثولان الأغبياء، هذا هو واقعكم. أنا أتحدث معكم بصراحة واضحة، هكذا يضحكون عليكم وهكذا اتخذوكم حميرا. وأيضا هنا تلاحظون أن الأصوات ارتفعت بالصلاة على محمد وآل محمد في غير موضعها، فما علاقة الصلاة بمحمد وأهل محمد بهذا الهراء السيستاني؟ رجاء أعيد بث الفيديو. يحث سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث جميع المواطنين العراقيين
على المشاركة الواسعة والمكثفة في الاستفتاء على الدستور والتصويت عليه بنعم. وعلى الرغم من وجود تحفظات وإشكاليات على بعض بنود هذه المسودة، إلا أن ذلك لا يعطي مسوغاً ومبرراً لعدم المشاركة في التصويت بنعم، إذ أن هذه البنود المتحفظ عليها يمكن تعديلها مستقبلاً بما يتناسب مع مصالح الشعب العراقي. إضافة إلى هذا، فإن هناك الكثير من الإيجابيات في بنود هذه المسودة. هذا الحديث كان بتاريخ 14/10/2005. زور السيستاني الدستور عبر وكلائه، وكانوا يأخذون ما يزور من الدستور إلى النجف كي يطلع عليه السيستاني وولده محمد رضا، كي يطلع هل أن التزوير كان محكما. وأذن السيستاني لقادة الكتل بتزوير الدستور وزوروا. السيستاني لم يكن عضوا في لجنة كتابة الدستور، وقادة الكتل كذلك لم يكونوا أعضاء في لجنة كتابة الدستور، وكان المفترض، لأن السيستاني لا يحمل الجنسية العراقية، ومن هنا لا يحق له بحسب القوانين المدنية أن يكون مشاركا في كتابة الدستور. على أي حال، زور السيستاني الدستور وأذن لقادة الكتل الذين هم ليسوا أعضاء في لجنة كتابة الدستور، وقد زوروا القضايا الرئيسية. ثم أصدر بيانه هذا الذي تحدث به عبد المهدي الكربلائي في 14/10/2005 ميلادي. بعد هذا بأيام، بالضبط في يوم السبت 22/10/2005، خطاب عبد المهدي الكربلائي هذا الذي نقل فيه ما نقل مما يريده السيستاني من العراقيين عموما ومن الشيعة خصوصا، أن يصوتوا بنعم على الدستور. 22/10/2005 يحدثنا عمرو موسى في الجزء الثاني من كتابه الذي عنوانه كتابية مذكراته، الجزء الأول من بداية حياته إلى أن كان وزيرا للخارجية المصرية، الجزء الثاني عنوانه سنوات الجامعة العربية، وها هو على الطاولة أمامي. رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب. هذا هو كتاب عمرو موسى كتابية، الجزء الثاني الذي عنوانه سنوات الجامعة العربية. هذه الطبعة الأولى
2020 ميلادي دار الشروق القاهرة مصر. في صفحة 110 تحدث عمرو موسى عن زيارته لهيئة علماء المسلمين بجامع أم القرى، الحديث هنا عن علماء السنة، وهذه الهيئة كانت برئاسة حارث الضاري، فذهب لزيارتهم والتقاهم لقاء رسميا لا يوجد فيه ما يثير الانتباه، لكن القضية التي تثير الانتباه حينما توجه إلى زقاق الشيطان، إلى زقاق إبليس الأبالسة، إلى زقاق السيستاني في النجف، حينما ذهب إلى جامع أم القرى في بغداد والتقى بحارث الضاري وبهيئة علماء المسلمين، كان الأمر اعتياديا، لقاء اعتياديا. هذا قد ذكره في صفحة 110، وقد قرأته كاملا في حلقات سابقة من هذا البرنامج، لا أجد وقتا لقراءة كل هذا الكلام. في صباح اليوم التالي السبت 22/10/2005، تذكروا 14/10/2005 حديث عبد المهدي الكربلائي الذي عرضته عليكم قبل قليل. 22/10/2005 تحرك عمرو موسى من بغداد باتجاه النجف حتى وصل إلى زقاق إبليس الأبالسة، إلى زقاق الشيطان، والتقى بالسيستاني في مقره. هو يقول في صفحة 111، وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق، ولما خرج الجميع وبقي عمرو موسى لوحده في مقر إبليس الأبالسة مع السيستاني، وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق، ولما خرج الجميع قال السيستاني: يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمرو موسى، سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. هو إيراني، هذه خيانة لبلده، وهو شيعي على ما يدعي، هذه خيانة لشيعة العراق. فهل سأل شيعة العراق أنهم يقبلون بهذا، أنهم يريدون هذا، أم أنه يفعل هذا لأجل التمهيد لمرجعية ولده محمد رضا، يريد أن يحافظ على سلطته على النجف وأن يقطع الطريق على الإيرانيين؟ أنا لا شأن لي بالإيرانيين ولا أدافع عن الإيرانيين هنا، أريد أن أقول لكم من أن السيستانية لا شأن له لا بالعراقي ولا بالشيعة ولا بمحمد وآل محمد ولا بالدين أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. يريد أن يحافظ على زعامته وأن تستمر الزعامة من بعده وراثة في ولده، هذا هو الذي يريده. وإلا هذا الكلام سنة 2005، وفي الأيام نفسها التي زور فيها الدستور. شياطين هؤلاء، هؤلاء دجالون، دجالون، واحذروا الدجالين من ولد فاطمة، فإن في ولد فاطمة دجالين. هذا التحذير
ليس مني، هذا التحذير من أمير المؤمنين. لهذا السبب توثقت علاقة السعودية وعلاقة الإمارات بالمرجعية السيستانية. عمرو موسى ألقى بالعراق في أحضان هؤلاء، وقد ساعده على ذلك السيستاني. هذا الكلام ليس كذبا، عمرو موسى لا يكذب هنا. في ذلك الوقت كان السعوديون وكان الإرهابيون العرب يذبحون الشيعة، والسيستاني يمنع الشيعة من الرد عليهم، وفي الوقت نفسه يزور الدستور ويسمح للسياسيين أن يزوروا الدستور، ويضحك على الشيعة من أن الدستور قد كتبته لجنة خاصة اختيرت لذلك، ثم يصدر الفتوى للشيعة أن يصوتوا بنعم. وفي الوقت نفسه بعد هذا بأيام يتفق مع عمرو موسى على هذا المخطط، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. هذا هو الذي جرى عليكم ولا زال يجري عليكم. قلت له، عمرو موسى يقول للسيستاني: أنا وجودي هنا لتأكيد الهوية العربية للعراق، وهي مسألة مهمة لهوية العراق ولأمن العراق. رد علي السيستاني مكررا ذات العبارة: يا أخي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. في الوقت ذاته كان ابن حلي، وهو سياسي جزائري، كان مساعدا لعمرو موسى، في الوقت ذاته كان ابن حلي جالسا في غرفة أخرى مع ابنه محمد السيستاني، محمد رضا السيستاني، واتفق على التواصل ووسائله. محمد رضا السيستاني أخذ ابن حلي على جانب وجلس معه في غرفة بشكل سري حينما كان الوفد مع أبيه، وبعد ذلك انفرد السيستاني بعمرو موسى. شياطين هؤلاء أبالسة، قلت لكم هذا الزقاق زقاق الشيطان، هذا الزقاق زقاق إبليس الأبالسة. هذه الحقائق فليكذبوها، وأنا أعتذر عن كل حرف قلته، والله سأكون عندهم عبدا مطيعا. فليكذبوا هذه الحقائق. لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. فألقى عمرو موسى بالعراق في أحضان السعودية، بشر العرب بهذا، من أن النجف معهم وليست مع إيران. لا شأن لي بإيران، أنا لا أدافع عن إيران ولا أدافع عن أي أحد، إنما أكشف لكم الحقيقة، أكشف لكم حقيقة المرجعية الشيعية المرجئية البترية العباسية الكاذبة الدجالة. هذا هو الذي أريد بيانه لكم. رجاء اعرضوا لنا مقطعا من لقاء في برنامج ساعة مع هارون على قناة آسيا الفضائية، لقاء مع عمرو موسى يؤكد هذا المعنى. طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة. هاي تمام. مكتوبة في الكتاب. أنا عرفت عايز أسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين. طبعا. العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نص كلمتي. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا بشكل أوضح. طيب في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة. أي تمام. مكتوبة في الكتاب. أنا عرفت. عايز أسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين. طبعاً. العبارة هي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. نص كلمتي. فماذا تقولون بعد ذلك؟ دجالون هؤلاء، كذابون هؤلاء، محتالون هؤلاء، يضحكون عليكم. لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. رجاء اعرضوا لنا صورة السيستاني وصورة عمرو موسى. هذا هو السيستاني وهذا عمرو موسى. واعرضوا لنا اللوحة التي تشتمل على كلمة السيستاني. هذه اللوحة التي تشتمل على كلمة السيستاني باللون الأحمر. لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. وهنا أتساءل أيهما أكثر فسادا وإضرارا؟ أوجه الكلام إلى نوري المالكي وإلى جعفر الإبراهيمي وإلى رحيم الطويرجاوي وإلى علي الطالقاني وإلى البقية، أيهما أكثر إضرارا؟ هذا الذي فعله السيستاني في الدستور في لقائه مع عمرو موسى سنة 2005، أم ما جرى في حفلة محمد رمضان؟ محمد رمضان مصري أسمر، وعمرو موسى مصري أسمر أيضا، لكن أي الأسمرين أكثر خطرا؟ وأي الأسمرين أكثر إضرارا بالشيعة في حاضرهم ومستقبلهم حينما يرهن واقع الشيعة بيد الوهابية بيد السعوديين؟ أيهما أكثر ضررا؟ عمرو موسى وشيطنة السيستاني ودهاء السيستاني، أم ما كان من حفلة محمد رمضان؟ ماذا تقولون؟ ماذا تقولون يا أيها الكذابون، يا أيها الدجالون؟ نذهب إلى فاصل.